مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه، ولدينا تسارع في الاحداث نتج عنه خروج احد المرشحين المحتملين من حلبه السباق مبكرا، وهو الفريق سامي عنان، حيث اصدرت القياده العامه للقوات المسلحه بيانا اتهمته فيه بارتكاب مخالفات قانونيه جسيمه تتعلق بقواعد الخدمه لضباط القوات المسلحه. ثلاث تهم وجهها بيان القوات المسلحة لعنان، وهو ما يحقق فيه بشأنها. أولا، إعلان الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو إنهاء استدعائه، فطبقا للقانون أي ضابط بيخرج من الخدمة حتى لو خرج من الخدمة لا يحق له مباشرة حقوقه السياسية بالترشح أو التصويت عشان يدرج في في قائمة البيانات، حتى لا يسمح له بذلك حتى يتقدم بطلب إلى القوات المسلحة لإنهاء فترة استدعائه. والحقيقة أنه البيان أطلق على الفريق سامي عنان الفريق المستدعى، وذلك لتأكيد أنه ما يزال تحت الاستدعاء، وأن حكاية عدم استدعائه أو أنه خرج من موضوع الاستدعاء ده ليس دقيقا. أيضا نذكر بأنه المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد 2011 لما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيحكم مصر أصدر قرارا بأن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميعهم يظلون تحت الاستدعاء أي حتى الوفاة، يعني بيفضلوا رهن الاستدعاء حتى الوفاة، ولابد من استئذان القوات المسلحة لإدراجهم في سواء للتصويت أو للترشح في أي انتخابات. دي التهمة الأولى التي وجهها البيان، بيان القوات المسلحة. التهمة الثانية التي وجهها البيان ما هو جزء مما قاله عنان في بيان ترشحه، والبيان قال أن ذلك يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة. والحقيقة أنه كان في كلام حول القوات المسلحة ودور القوات المسلحة في بيان عنان كنا قد أذعناه من قبل. التهمة الثالثة هي أيضا تهمة التزوير، تهمة ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية، حيث قال البيان انه لا يوجد ما يفيد انهاء خدمة عنان، وان ذلك على غير الحقيقة، وان ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين غير صحيح. والحقيقة ان ده كان سؤال احنا كنا وجهناه للمتحدث باسمه منذ يومين، وسألناه بوضوح هل هو مدرج بالفعل في قاعدة البيانات، فأكد لنا أنه بالفعل مدرج في قاعدة بيانات الناخبين. هذه هنا تهمة تزوير، ولكل تهمة من هذه التهم عند التحقيق عقوبة هنقولها لكم بعد قليل. البيان أيضا تحدث على أنه يتعين اتخاذ إجراءات قانونية والمثول أمام جهات التحقيق، وبالفعل صدر بيان من المتحدث العسكري بحظر النشر في التحقيقات، من المدعي العسكري بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع الفريق سامي عنان، مما يؤكد المعلومات التي تقول أنه بالفعل قيد التحقيق. طبعا احنا بنلتزم بحظر النشر، لكن هنحاول ان تكون اسئلتنا حول هذا الموضوع لها علاقة بمحاولة فهم القوانين، بمحاولة فهم القواعد، فيما اخطأ عنان، هل هناك نماذج مشابهة ولا لا؟ فدي هتكون اسئلتنا بعد قليل. نتكلم بقى على موقف حملة خالد علي غدا في 6 مساء، مؤتمر صحفي تعلن فيه حملة خالد علي موقفها النهائي من الاستمرار او عدم الاستمرار في الانتخابات. فلما حصل موضوع بيان سامي عنان واصدرت صفحته وقالت انها لن تستمر في الحملة الرئاسية، حملة سامي عنان قالت انها لن تستمر في الحملة الرئاسية او حملة الترشح، بعدها صدرت بقى خرجت كثير من الاخبار
حول انسحاب خالد علي، لكن الحقيقة ان احنا اتصلنا بحملة خالد علي وقالوا ان هم عندهم اجتماعات لبحث الامر. لدينا معلومات انه بالفعل خالد علي تقدم لي انه مدرج يعني للكشف الطبي خلال ايام. هل سيستمر خالد علي؟ هل سيتمكن من الحصول على العدد المطلوب للتوكيلات؟ احنا بنتكلم على 25,000 توكيل من 15 محافظة. على الجانب الآخر، رئيس السيسي النهاردة أجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتقدم والترشح للانتخابات. ده مجمل أحداث اليوم. زي ما قلنا لكم، تسارع في الأحداث، خروج أحد المرشحين المحتملين بأمور قانونية طبقا لقوانين القوات المسلحة. نسمع بيان القوات المسلحة ونرجع نطرح الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة: إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة. وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي: أولا، إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيا، تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. ثالثا، ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة. والله ولي التوفيق.
إذن هذا هو بيان القوات المسلحة. هنحاول نستوضح بعض الأمور مع التزامنا بحظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات في هذه القضية. فأرجو أن الناس يعني إحنا بنحاول نفوق يعني نشرح مجموعة من القواعد وهنتركها للمتخصصين مع عدم الدخول في أمور تعرضنا لعقوبات حظر النشر. سيادة اللواء طه سيد نائب رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اولا احنا محتاجين بس يعني نوضح لبس كتير لدى المشاهدين او الناس، ماذا يقضي به القانون؟ هل الضابط او الجندي او الضابط في القوات المسلحة يبقى مستدعى طول حياته ولا ايه القواعد؟ طيب، هو في البداية أنا بحيي حضرتك وبحيي السادة المشاهدين. البيان الصادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة هو بيان واضح، بيان جامع مانع، ما فيش لبس ولا غموض على الإطلاق. بداية البيان بيتكلم وذكر اسم الفريق مستدعى سامي عنان. مظبوط. وده مفاده إن الفريق سامي عنان هو ما زال بالخدمة مستدعى بالقوات المسلحة. يعني ايه مستدعى يا فندم؟ معلش انا هقطع حضرتك شويه لانه عشان نشرح للناس، يعني ايه مستدعى؟ مستدعى يعني انتهت خدمته ثم استدعي للعمل في القوات المسلحه. انتهت خدمته ثم استدعي للخدمه في القوات المسلحه. وكل المجلس العسكري اللي كان موجود بعد ثوره 25 يناير اللي هو كان بيقود البلاد، كل الناس اللي خرجت هي خرجت للتقاعد ثم استدعيت للعمل في القوات المسلحة. عشان نذكر بس، اذا الفريق سامي عنان كان قد خرج خرج ثم استدعي ثم للعمل استدعي مرة اخرى بعد ثورة يناير، وكل مخصصات الضابط المستدعى الفريق سامي عنان بيحصل عليها. يعني هو بياخد بالاضافة لمعاشه راتبه كضابط مستدعى في القوات المسلحة حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة يا فندم. فطالما هو ضابط مستدعى في القوات المسلحة فيه قواعد وضوابط ومحددات للضباط اللي بيخدموا في القوات المسلحة. بداية هذه الضوابط او المحددات او القواعد انه لا يجوز للضابط اثناء خدمته في القوات المسلحة ان يباشر حقوقه السياسية. الحقوق السياسية هي اما ان هو ينتخب او يرشح نفسه لاي منصب. يترشح في مجلس النواب، يترشح لرئاسة الجمهورية، او حتى ينتخب. او حتى ينتخب يا فندم. هو محظور كمان ان اسمه يكون مدرج بجداول الانتخابات. لانه الدستور كمان بيقول انه الجيش والشرطة لا يمكنهم ممارسة حقوقهم السياسية طول ما هم في الخدمة. بالضبط بالضبط يا فندم. فكان ينبغي على الفريق سامي عنان ان هو يتقدم بطلب للقوات المسلحة يطلب في انهاء استدعائه من خدمة القوات المسلحة، ثم يصدر قرار من القوات المسلحة بانهاء استدعائه. في هذه الحالة يحق له ان يباشر كل حقوقه السياسية، سواء يترشح في مجلس النواب او يترشح لرئاسة الجمهورية او يدرج اسمه في قاعدة الناخبين اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. فهو واضح ان الفريق سامي عنان اعلن ترشحه دون ان يصدر قرار من القوات المسلحه بانهاء استدعائه. وده حتى كان واضح في البيان بتاعه، كان بيردد عباره ان لسه فيه امر معين متعلق بالقوات المسلحه. هذا امر. الامر الاخر انه واضح من البيان ان الفريق سامي عنان اسمه مدرج بقاعده الناخبين، قاعدة الناخبين، جداول الناخبين. واحنا كنا سألنا بالفعل حملته حول هذا الأمر وأكدت لنا أنه مدرج في قاعدة جداول المنتخبين، فاعتبرنا ده أمر طبيعي خلاص، يبقى إذا هو استوفى كل القوانين. ده مفاده يا فندم أن هو قدم أوراق تخالف الحقيقة، من أجل هذه الأوراق أو بناء على هذه الأوراق تم إدراجه في جداول الناخبين. وده اصبحت احنا هو بصدد جريمه، هذا الامر بصدد جريمه تزوير في محررات رسميه. يبقى البيان بتاع القوات المسلحه اللي صدر النهارده بيشير على ان في اهمال
فطلعت اوامر عسكريه على اساس ان هو اعلن ترشحه دون ان يحصل على موافقه من القوات المسلحه بانهاء استدعائه، ثم بيشير على ان كون ان هو مقيد بجداول الانتخابات ده مؤداه ان هو تقدم باوراق مخالفه للحقيقه تؤدي الى ان هو انتهت خدمته من القوات المسلحه. ثم ان البيان اللي القاه الفريق سامع عنان ينطوي على تحريض على القوات المسلحه. ده لما قال انه ان القوات المسلحه تحملت يعني تحملت عبء سياسات خاطئه، تحملت وبيطلب منها الحياد وانه يطالب المؤسسات العسكريه والمدنيه بان تقف على الحياد في كذا، وده امر منطقي ان القوات المسلحه في العمليه السياسيه، يعني هذا اتهام مضمن بان القوات المسلحه لا تقف على الحياد، هو ده اللي قاله في بيان. بالظبط بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. طيب ده مضمون البيان اللي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة. طيب يعني برضو ممكن يبقى في سؤال، لماذا يعني الفريق سامي عنان كان عنده نية الترشح في 2014 ولم يستكملها، وهو بعد كده خرج واعتذر وقال انه انسحب، قال انه لن يترشح. أيوه فندم. ليه ده ما حصلش المرة اللي فاتت سيادة اللواء؟ لم يعلن، هو كان كلام جانبي ولكنه لم يعلن ولم يصدر اي بيان عنه يفيد انه هيترشح لانتخابات الرئاسه. ولكن ده مختلف، هذا الامر مختلف، هو اعلن واحنا كلنا شفنا البيان بتاعه اللي هو بيرغب في ترشحه لانتخابات رئاسه الجمهوريه. طيب خليني اسال برضه بصراحه، ده امر مختلف عن 2014. طيب خليني برضو اسال بصراحه، الرئيس السيسي حين كان مشيرا او المشير السيسي حينها بعد 30 يونيو، ما هي الاجراءات التي اتخذها كي يدرج في قاعده الانتخابات وكي يستطيع ان يرشح نفسه؟ حتما يا فندم، انتهت خدمته من القوات المسلحه وما هوش مستدعى للقوات المسلحه، وبالتالي اصبح مدنيا ادرج اسمه في جداول الانتخابات. بس انا اذكر ان هو بالفعل حصل اجتماع للقياده العامه للقوات المسلحه استاذن فيها القوات المسلحه المشير السيسي وصدر بيان، انا فاكر انه صدر بيان من القوات المسلحه بعد هذا الاستئذان، ده كان بعد 30 يونيو وبعد 3/7 وبعد استدعاء الناس ليه. سلك المسلك القانوني اللي بتنص عليه القوانين. يعني ما هي العقوبات سيادة اللواء؟ هي العقوبات احنا هنتكلم في كلام مجرد، انما دي الكلام ده كله التحقيقات هي اللي هتقول. طبعا، لكن اذا ما ثبتت ما تزال هذه تهم، وانا بحترم طبعا الحظر النشر وبحترم النيابه العسكريه، هذه تهم تحقق فيها النيابه العسكريه، ولكن الواضح ولكن الواضح من البيان اللي صادر عن القياده العامه للقوات المسلحه ان في جريمه اهمال اطاعه اوامر عسكريه، ودي جنحه، والجنحه عقوبتها الحبس، والحبس عقوبته حبس قد ايه؟ اعتقد من 24 ساعه حتى 3 سنوات، من 24 ساعه الى 3 سنوات. دي الاهمال التهمه الاولى، دي جريمه الاهمال. طيب. في جريمه ثانيه اذا ما ثبتت فهي جريمه تزوير في محررات رسميه، ودي عقوبتها من 3 سنوات ل 15 سنه، ودي عقوبة دي يعني اذا كان تزوير في محررات رسمية صادر التزوير ده من موظف عام مختص، فدي عقوبتها السجن المشدد حتى 15 سنة. ولكن اذا كان التزوير تم من غير موظف عام مختص فدي عقوبتها السجن اللي هو لا يزيد عن 10 سنوات. طيب. التحقيقات هي اللي هتكشف ان التزوير هل وقع من موظف عام مختص، وانا بركز على كلمة مختص. يعني ايه يا فندم؟ أي موظف عام. موظف عام مختص بالعبث في المحرر المزور اللي قدم الى مصلحة الاحوال المدنية لدرج اسمه في جداول الانتخابات. مين اللي زور الكلام ده؟ قد يكون موظف عام سيء النية وليس حسن النية، في هذه الحالة يبقى التزوير وقع من موظف عام مختص بتحرير المحرر المزور. احنا هنا بنتكلم انه الفريق سامي عنان تقدم طبقا لاتهام البيان ب يعني اوراق مزوره بتقول انه بالفعل انهى خدمته وانه لم يعد مستدعى وبالتالي يمكن ادراجه في قاعده البيانات.
بالضبط يا فندم، بالضبط. كون انه هو مدرج بقاعدة بيانات المدرجين اللي بنحطهم التصويت والانتخاب والترشح، ده مفاده ان في اوراق مزورة قدمت الى الجهات المعنية المختصة. طيب التهمة الثالثة اللي هي التحريض ومحاولة يعني احداث الوقيعة بين الجيش والشعب، التحريض على القوات المسلحة، دي جريمة، دي جريمة بتندرج، ممكن تكون يعني وفقا للتحقيقات ممكن سلوك مضر بالضبط والربط، ممكن اقدم على ما من شأنه ان يضع في القوات المسلحة روح النظام والطاعة، دي كلها جرائم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري. طب ممكن تنطبق عليها الجريمة اللي منصوص عليها في المادة 174 و175 من قانون العقوبات، اللي هو تحريض الجند على عدم طاعة الأوامر. التحقيقات هي اللي هتكشف عن التوصيف الصحيح للجريمة اللي ممكن تنسب عليها بشأن التحريض على القوات المسلحة. طب أنا نقلا عن التلفزيون المصري بعد إذنك سيادة اللواء، الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين. احنا بس عايزين نتكلم الهيئة الوطنية للانتخابات، نعرف هل ممكن الاستبعاد والإضافة بعد إغلاق الأبواب؟ أظن يعني محتاجين نستفسر عن هذا الأمر، ولكن الهيئة الوطنية تبقى اتفضل. هو استبعاده لأنه لم يستوفي الأوراق. هو ضابط بالقوات المسلحة مستدعى، لا يصح له أن يتقدم بأوراقه للجل لهيئة الانتخابات. طب بصراحة كده خلي يعني هنا الخطأ، يعني غير التزوير طبعا وهي جرائم فظيعة، هنا لو كان سامي عنان قد استأذن وحرر وراء أوراقا سليمة وثبوتية سليمة كان الأمر هيمشي طبيعي. تمام يا فندم. لكن الخطأ هنا انه اعلن، لو استوفى الشروط المنصوص عليها قانونا من حقه طبعا قانونا ان يباشر حقوق السياسية. لو كان قد استأذن اخذ اذن القوات المسلحة ادرج اسمه فضل. في التوقيت التوقيت المعين بعد اذن حضرتك فضل. مش استأذن فقط، يستأذن ثم يصدر قرار بإنهاء استدعائه. بإنهاء استدعائه، دي نقطة مهمة جدا. هل في نماذج مشابهة يا فندم؟ يعني هل في نماذج مشابهة برضو حصل فيها إيقاف وتحقيق وغيره؟ طبعا بالتأكيد القانون على الجميع سواسية. احنا دولة قانون، أي حد هيخالف القانون هيخضع للتحقيق. طيب انا شخصيا لواء سابق بالقوات المسلحه، تقدمت للترشيحات في مجلس النواب، لم اتقدم باي اوراق الا بعد ان حصلت على قرار من القوات المسلحه بانهاء استدعاء. يعني حضرتك تقدمت، اشرح لنا البروسيس ايه يا فندم، الطريق الاجراءات كانت ايه؟ الاجراءات ان انا بتقدم بطلب ان انا عايز اخرج من القوات المسلحه لاباشر حقوق السياسيه. القوات المسلحه اصدرت قرار بانهاء استدعائي. وكان ممكن للقوات المسلحه الا تصدر هذا القرار، وبالتالي تغلي يدي عن ان انا امارس حقوق السياسيه. الحقيقه انه موضوع يعني مزعج جدا، كل هذه المخالفات. يعني بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء طه سيد نائب رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، اللي حاولنا معاه ان احنا نفهم ماذا يحدث، ليه بالظبط، يعني هل الضابط بيكون مستدعى طول حياته ولا ايه؟ فيعني فهمنا انه بالقانون، واحنا هنا بنتكلم على قاعدتين قانونيتين، القاعدة الأساسية اللي هي أنه أي ضابط، أي فرد من أفراد القوات المسلحة بما أنه انضم للقوات المسلحة حتى لو خرج منها لابد أن يستأذن لعودة مباشرة حياته أو حقوقه السياسية مرة أخرى، ده طبقا للقانون. وأنا هقول لكم بالظبط القانون رقم كام، ده اللي هو القانون خدمة ضباط القوات المسلحة رقم 232 لعام 59، ده جزء. لكن على الجانب الآخر، الجزء المهم أيضا هو أن الفريق سامي عنان
هو مستدعى بعد كمان 2011، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان برئاسة المشير طنطاوي حينها بأن كل المجلس العسكري يبقى مستدعى يعني طول الوقت، حتى ولا بد من الاستئذان مرة أخرى، الاستئذان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل مباشرة الحياة السياسية. وده كان منعا برضو للفتنة حينها، وكان منعا لإحداث أي جلبة وأي توتر. مرة أخرى إحنا كنا سألنا المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان إن ما كان مدرجا في قاعدة البيانات العادية بتاعة المواطنين، وبالفعل قال لنا أيوة هو كان مدرج في قاعدة البيانات. إذن هو مدرج فعلا في قاعدة البيانات، لكن بيان القوات المسلحة بيقول أن ذلك قد حدث بالتزوير. إذن إحنا هنا دلوقتي بما أنه كمان حذف من قاعدة البيانات، فإحنا رسميا خرج مرشح محتمل من السباق، ويبقى قدامنا المحامي خالد علي وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب معي على الهاتف دكتور عمرو عبد الرحمن، متحدث باسم حملة خالد علي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. موقفكم ايه؟ تردد انباء كتيرة انكم ستنسحبوا، انكم مش قادرين تجيبوا التوكيلات. قول لنا بالظبط ما هو الموقف. انا عارفة ان انتوا عندكم مؤتمر صحفي غدا، لكن ايه اخر التطورات بالنسبة لكم؟ لا، كل الانباء اللي ترددت عن انسحابنا حتى الان هي انباء غير صحيحة. الحملة عملت اجتماع موسع من ساعة واتناقشت فيه كل الاراء وكل الخيارات باستفاضة، وما زلنا في مرحلة التشاور مع مندوبينا اللي في المحافظات. احنا عندنا حاجه فوق ال 1500 متطوع في كل محافظات الجمهوريه، مستحيل ان احنا ناخد راي نهائي قبل ما نسمع تطوراتهم كلهم من على الارض. فان شاء الله كل الخيارات اتناقشت وما زلنا في مرحله نقاشها، وهنعلن موقفنا النهائي بكره في المؤتمر الصحفي بتاع 6. هل كان في اصوات داخل الحمله بتقول بعد خروج الفريق عنان مثلا نكمل، او بعد خروج الفريق عنان ننسحب؟ هل كان في هذه الاصوات داخل الحمله؟ كل الاصوات كانت موجوده وكل الاراء اللي حضرتك ذكرتيها نقشت هي وغيرها. وحتى كمان الاراء ما كانتش بتتكلم حوالين انسحاب الفريق سامي عنان بشخصه، او ما كانتش بتتكلم على استبعاد الفريق سامي عنان بحد ذاته من السباق الانتخابي، بقدر ما كانت بتتكلم عن الاثر المحتمل للطريقه اللي تم بيها استبعاد الفريق سامي عنان على مجمل العمليه الانتخابيه ككل، وعلى اقبال الناس على العمليه الانتخابيه، وعلى مستوى المشاركه المحتمل في هذه العمليه اللي هو اصلا كان رهاننا الاساسي اللي على اساسه بنينا حساباتنا اللي خلتنا نخوض السباق. لو فعليا تم ايصال رساله من خلال البيان اللي صدر النهارده من القوات المسلحه بالطريقه اللي تم استبعاد بيها الفريق سامي عنان، لو تم ارسال رساله الى الناس ان الانتخابات محسومه وانه ما فيش فرق عمليا ما بين نزول الانتخابات من عدمه، هو ده اللي هيخلي العمليه الانتخابيه فاقده ومضمومه. طيب لا يعني طبعا هو في دي هنا قواعد قانونيه وانا مش عايزه ادخل فيها اكتر من كده لانه في حظر نشر، حضرتك فاهم، فلكن هناك يعني قواعد قانونيه. خلينا نلتزم بحظر النشر عشان لا هو حضرتك احنا هنا بنتناقش حوالين الخلفيه القانونيه للقرار، ده كلام يعني مش ده مش ده موضوعه. انتوا اخبار التوكيلات ايه يا دكتور؟ التوكيلات حتى الان الموضوع ايجابي، قررنا هيتحدد في ضوء معطيات كتير جدا بالمناسبه مش متوقف على مساله التوكيلات، بالعكس التوكيلات اشاراتها في تحسن مستمر يوم بعد يوم بالمناسبه. ما ده سؤالي، هل انتوا حاسين انكم مع احنا النهارده نهايه اليوم الرابع، هل انتوا حاسين ان انتوا هتقدروا توصلوا لل 25,000 توكيل من 15 محافظه بنهايه الفتره؟ احنا متاكدين، احنا مش حاسين، احنا متأكدين ان احنا هنتمكن من جمع ال 25,000 توكيل ويمكن اكثر كمان من 25,000 توكيل. قرارنا اللي هيعلن بكره يعني لا يتوقف على مساله التوكيلات، قرارنا اللي هيعلن بكره يتوقف على مجمل ما رصدناه من انتهاكات في العمليه ساعه ما بدات يوم 8 يناير الماضي، واخرها ما حدث مع المرشحين الاخرين في السباق الانتخابي، واللي زي ما قلت لحضرتك قد يترتب عليه اصلا افراغ العمليه الانتخابيه من مضمونها. طيب ارجع موضوع التوكيلات مش هي المساله بالمره. طيب انتوا كان عندكم شكوى من ان بعض التوكيلات قد سرقت. بس هذه التوكيلات عددها كان محدود، يعني كنا بنتكلم اظن 400 توكيل او حوالي كده. نص محافظه. لا معلش 400 نص محافظه تعتبرها انت نص محافظه طبعا. بالظبط طبعا لما بنتكلم على محافظه زي المنوفيه بس برضه عدد قليل يا دكتور. نص محافظه.
لا وكذلك الحال في حلوان، وكذلك الحال في عدد من مكاتب الشرح العقاري في وسط القاهرة. بس مرة تانية أنا عايز أكد لجمهور حضرتك إن القضية مش التوكيلات، القضية هي العملية الانتخابية برمتها بقدر ما هو مرتبط بالمناخ اللي اتخلق على مدار الأيام الماضية، واللي كان آخر حلقة من حلقاته هو البيان اللي صدر النهارده من القيادة العامة للقوات المسلحة، والطريقة اللي تم بيها استبعاد الفريق سامي عنان من السباق الانتخابي. مرة أخرى بس أنا بأؤكد إنه هذه قواعد قانونية قيد التحقيق علشان بس نبقى دقيقين في تعامل بالأحداث. أنا بشكرك دكتور عمرو عبد جزيلا. ماشي اتفضل يا فندم. راح فين الدكتور؟ طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو عبد الرحمن متحدث باسم حمله خالد علي. اذا حمله خالد علي قالت انها ستعلن غدا ما اذا كانت مستمره او غير مستمره في الانتخابات، وكده احنا امام فقط خالد علي من المرشحين الجادين، يعني المرشحين الجادين. طبعا في ناس كتيره ممكن تبقى نازله يعني ملاش اي يعني مضمون يعني، لكن من المرشحين الجادين طبعا لا يبقى سوى خالد علي. بالفعل في انباء انه يمكن كان لازم نساله ان كان بالفعل ذهب الى خالد علي ذهب للكشف الصحي، لكن المؤكد لنا انه الرئيس السيسي بالفعل قد قام بالكشوفات الطبيه اللازمه للتقدم بالترشح للانتخابات. اذا النهارده احداث دراميه جدا من اول اليوم، احنا ملتزمين زي ما انتم شفتوا بالدقه في التعامل مع الاحداث، بنسال كل الاسئله قدر المستطاع. هيكون معنا الدكتور اسامه الغزالي حرب بعد قليل لي يعني التعليق على الوضع بقى السياسي، التعليق السياسي، وكان له راي في ترشح الفريق سامي عنان، واتكلم ايضا عن ثوره 25 يناير اللي هو كان ضالع فيها الحقيقة وكان جزء منها. طيب أنا معايا أيضا سيادة اللواء محمد الشهاوي المستشار في أكاديمية ناصر. مساء الخير يا فندم. أهلا يا أستاذة لميس والسادة المشاهدين. أهلا بيكس. أنا مستشار كلية القادة والأركان. كلية القادة والأركان، شكرا يا فندم. ما يفرقش يعني لا لا برضه نحب الدقة برضه في تمام يا فندم في التايتلز. أنا بشكرك عموما سيادة اللواء. أهلا بيك يا فندم. يعني حملة خالد علي بتقول، أنا هاخد من آخر كلام الحملة، إنه الطريقة التي تم بها استبعاد الفريق سامي عنان وكيف ستؤثر على المناخ السياسي، حضرتك بتنظر للأمور إزاي كرجل عسكري؟ فكرة القانون وتطبيق القانون هنا اشرح لي. والله يا أستاذ العميس أنا شايف البيان، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بيتسم بالقوة وبالحسم، وده هو اللي مطلوب للردع والقضاء على المؤامرات والفتن اللي احنا عارفين أنها تحاك ضد هذا الوطن، وبنقضي على هذه الفتن والمؤامرات في مهدها. احنا شايفين الجيش لا يهزر، مفيش هزار، الكبير مثل الصغير. وعلشان كده حتى ان الفريق سامي عنان في اعلان ترشحه عمل هذا الاعلان قبل استخراج الموافقة على وقف استدعائه كضابط، ووقف هذا الاستدعاء كضابط وان هو يعلن ترشحه ده بيقضي المحاكمة العسكرية. طب خليه معي انا هستوقفك هنا سيادة اللواء، هو ما كانش يعرف يعني هذا رئيس أركان سابق، نعم، رجل عضو في المجلس العسكري، فاهم كويس قوي يعني ايه مستدعى. من الواضح طبقا للي قاله لنا سيادة اللواء طه سيد انه كان يعني بتوصله مستحقاته كفريق مستدعى حتى اخر لحظة، واكيد القوات المسلحة لديها كشوفات بهذا الامر. يعني دي مش غلطة، يعني مش سهو، مش خطأ. هو ذكر أيضا في بيانه إن هو بيستأذن القوات المسلحة. هنا هو ما يعرفش ولا إهمال ولا ربما أراد أن يحدث هذه الضجة فتستبعده القوات المسلحة بالقانون فيصبح الضحية؟ يعني أي من السيناريوهات التلاتة في رأيك؟ أنا شايف إن هو عارف أنه لن يأخذ الأصوات الكافية
ليكون رئيسا لجمهورية مصر العربية هذه البلد الكبيرة، وعارف أيضا إن هو حتى مخصصاته من سيارات ومن حراسة تقوم بها القوات المسلحة، لأن المشير طنطاوي كان له قرار بأن أعضاء المجلس العسكري إبان ثورة 2011 أو التي تسمى بهذه الثورة ثورة الربيع العربي، واللي أنا بقول عليها ثورة الربيع العبري، لأنها لم يأتي منها في كل الشرق الأوسط وفي كل الدول العربية غير 900 مليار دولار لإعادة البناء، ثم قتل 1,400,000 وتهجير ولجوء 15 مليون. أي ثورات تحدث هذا الخراب؟ هو يعرف أنه يأخذ كل مخصصاته، ليس النقود فقط، ولكن سيارات الحراسة وأفراد الحراسة بتأتي من القوات المسلحة حتى الآن. والإنافي دي معلومة عند حضرتك، يعني دي معلومة دقيقة. طبعا يا فندم، هو أي عضو كان في المجلس العسكري يعتبر ضابط حتى وفاته. شوف حضرتك، حتى الوفاة يمكن الاستفادة منه، ولم يتخذ الإجراءات التي توقف استدعائه في القوات المسلحة، علما بأنه كان المستشار العسكري للرئيس الخائن محمد مرسي. ومشى محمد مرسي وهو مستمر، صحيح ما بيروحش لا يمارس أي عمل، ولكن كل المخصصات، كل فرد فيه كعضو في المجلس العسكري كل مخصصاته موجودة ليه. أيضا بالله في البيان دي حتة مهمة يا أستاذ لميس، إن هو عاوز يثير الرأي العام ويحرض على القوات المسلحة عندما يتكلم عن التفريط في الأرض والتفريط في مفاوضات سد النهضة. يا سلام، ما أنت كنت رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 2011 وكان السد بيتبني، اعتبارا من 2011 أين كنت؟ وأين إجراءاتك اللي أنت المفروض تقولها للقيادات عن أسلوب يعني حل هذا الملف؟ أيضا عندما يتكلم عن التفريط في الأراضي وهو أساسا بيقصد جزيرتي تيران وصنافير، وهو يعلم تمام العلم أن القوات المسلحة لا تفرط في أي شبر أرض من أرض مصر في أي مكان، ويكفي الدم الغالي من الشهداء في حرب أكتوبر 73 والذي ما زال مستمر الآن في محاربة الإرهاب في سيناء، لأن سيناء حضرتك كل ما يريدوا كده يرجعوا إلى الوجود مشروع يعني إيجورا آيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بتبادل الأراضي، يعملوا عمليات في سيناء. هو برضو بيتكلم عن الأرض والتفريط في الأرض من خلال هذا المشروع. أنا شايف إن الفريق سامي عنان هو بيتهم بالتحريض وإحداث فتنة ما بين القوات المسلحة والشعب، بيتهم بالتزوير لأنه قام بترشيح نفسه وبوضع اسمه في جداول التصويت وهو مستدعى، وأي ضابط مستدعى لا يحق له أن يقوم ليس بالتصويت فقط ولكن للترشيح للمجلس النيابي ولا الرئاسة. وأيضا يا أستاذ لميس لو سمحتي لي بقول إن سامي عنان ده مرشح بغلاف إخواني ودعم أمريكي يعني وأموال قطرية. إحنا بس يعني هو الرجل قيد التحقيق، فإحنا مش عايزين برضو يعني كنا بنوجه هذه الأسئلة لحملته لما كان موجود. هذا في النهاية قيد التحقيق، لا نستطيع إن إحنا نكيل عليه الاتهامات عشان هو قيد التحقيق. خلاص يا فندم. طبعا إحنا لا نتكلم في التحقيقات، إحنا بنقول حقائق عن إن هو يعني اقترف جرائم وهذه الجرائم الآن بيحاكم بها، وطبعا القضاء المصري الشامخ والنيابة العسكرية برضو هرجع أسأل السؤال اللي الناس كلها بتسأله المرة اللي فاتت. أنا عارفة أنه المرة اللي فاتت ربما لم يعلن رسميا هذا الترشح، هل الفرق بين المرة اللي فاتت 2014 وبين المرة دي أنه لم يعلن رسميا الترشح؟ المرة دي يا فندم هناك أطراف إقليمية ودولية وراه تريد زعزعة الاستقرار، وراه قطر اللي هي أعلنت دعم حملته بمليار دولار،
هناك تركيا، هناك جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للإرهاب، هناك أمريكا نفسها التي تريد زعزعة الاستقرار في مصر. كل ذلك هو ما دفعه إلى القيام بإعلان نيته للترشح مخالفا كل القواعد والأعراف، وخاصة أن هناك إجراءات وهناك نظم وهناك قوائع ولوائح بتهدف وبتخدم خدمة الضباط في القوات المسلحة. لم يراعي كل ذلك، ولكن راعى فقط أن هو يجيب النائب، مع أن الدستور المصري في 2014 لا يسمح بتعيين نائب، هو أعلن نائب. ومن هذا النائب؟ هو المستشار هشام جنينة، كلنا نعرفه أن هو ذات الهوى الإخواني، وأيضا ابن أحمد سامي الذي تزوج بنت كادر إخواني كبير وهو سعد الكتاتني. أي أن الأمور بتاعت إثارة الشعب بأن هو يضع يده في يد مثل ذلك. وأيضا عاوز أقول لسيادتك حاجة مهمة جدا، عندما بيقول أن أنا جاي عشان أرفع الظلم عن المظلومين، وهو يشير إلى قيادات الإخوان في السجون. هل قيادات الإخوان الذين يحاكموا محاكمة عادلة والذين صدر ضد بعضهم أحكام بالإعدام وأحكام بالمؤبد، هل دول يعني يعاني المظلومية؟ أنا شايف خلط للأوراق، يريدوا إثارة الوقت، إثارة الشعب في وقت المفروض كله عارفين إحنا إن إحنا هناك من يتربص بمصر ومن يتربص بالقوات المسلحة، ويريد أن يذج القوات المسلحة في عملية سياسية هي خارج هذا الإطار. القوات المسلحة بتأمن الحدود، لها شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، لا تقوم بشركات من القوات المسلحة بإنشاء المشروعات القومية، ولكنها تشرف عليها فقط. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان، ويعني ما قاله جزء منه كبير له رأيه الشخصي، علشان بس ايه يعني لا نتحمل امورا. احنا لما كان معانا المتحدث باسم الفريق سامي عنان واجهناه بكل الاسئلة اللي كنا عايزين نتكلم فيها، فيما يتعلق بعلاقتهم بالاخوان، فيما يتعلق بالشروط التي قيل ان يوسف ندى قد طرحها على سامي عنان، وهم نفوا ذلك تماما. فعشان بس انا في هذه الامور خاصة لما يكون في حد قيد التحقيق من نحاول ان احنا يعني نلتزم بهذا الامر. الاتهامات موجهه له من القياده العامه للقوات المسلحه، بيتم التحقيق معاه. احنا الحقيقه لا نستطيع ان نثبت هذه الاتهامات او ننفيها، في النهايه التحقيق هو ما يثبت ذلك، وهناك قضاء يقوم بهذا الدور. اذا ده الوضع عندنا، احنا هنتابع معاكم كل التطورات في هذا الامر، خاصة غدا المؤتمر الصحفي لحملة خالد علي. ويبقى السؤال، هل سيستمر خالد علي في المنافسة، ام انه سينسحب، ام انه يعني الحقيقة يعني نريد ننتظر غدا حتى نعرف ماذا سيحدث. خلونا ننتقل لخبر آخر. أنا عارفة الأخبار السياسية النهاردة هي يعني الحاكمة، وفعلا دراما عالية جدا هنتابعها مع الدكتور أسامة الغزالي حرب. بقى الوضع السياسي والشكل، الوضع السياسي والمناخ السياسي الموجود في مصر الآن. لكن هنتكلم على تقرير صندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية للاقتصاد المصري طبقا للاتفاق الذي أبرم في أغسطس 2016. دي المراجعة الثانية، والحقيقة أنه الصندوق كانت له مجموعة من الأمور الإيجابية ومجموعة من التحذيرات، وأيضا مجموعة من التعهدات اللي مصر عملتها، وده كان في مؤتمر صحفي لصندوق النقد عقد في واشنطن صباح اليوم. سوبر لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر عقد هذا المؤتمر الصحفي، وقال فيه ان الاصلاحات المصرية قد حققت بالفعل نتائج ايجابية للغاية، وانعكست على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي. هنقول لكم بقى ماذا قال الصندوق. هل عندنا مقطع يا جماعة؟ طب نشوف في كده فيديو يعني
جهزوا الصندوق او يعني اذاعوا على صفحته، هنشوفه ونرجع نقول لكم ما هي الايجابيات، ما هي التعهدات التي قامت بها مصر، ما هي المحاذير التي اطلقها صندوق النقد الدولي. إذن بعض يعني العناوين، خلوني أقول لكم بقى العناوين الأساسية من هذا التقرير. التقرير ده أو المراجعة طلع في 107 صفحة، 107، لكن إحنا لخصناهم ليه عشان نعرف أهم العناوين. واحد، هنبتدي بالإيجابيات. مصر استعادت ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. اثنين، تسارع وتيرة النمو، احنا بنتكلم في وتحسن التوقعات ل 4.8 بنهاية يونيو 18، وده غير ال 4.5 اللي كان الصندوق متوقعها. تراجع معدلات التضخم ل 19.8%، والصندوق توقع ان تتراجع لاقل من 10% في 2019. عجز الميزان الجاري تراجع الى 6% وسيتراجع الى 4.5%، دي توقعات الصندوق بنهاية يونيو 2018. الاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 5 أشهر من الواردات. فائض أولي لأول مرة في الموازنة بعد استبعاد خدمة الدين بنحو 0.2% بنهاية يونيو. ده أول مرة فائض أولي في الموازنة بعد ما بيشيل خدمة الدين. مصر نجحت في حماية الفئات الأقل حظا عبر تكافل وكرامة، وإنه يعني طبعا عبرت وقت الإصلاحات الصعبة. ايه بقى التعهدات؟ ودي برضو جزء مهم جدا وكشف مهم ولازم الناس تعرف، واظن ان الحكومة لازم تعلن ايضا انه سيتم رفع الوقود، وده كلام الصندوق النهاردة في المؤتمر الصحفي. رفع اسعار الوقود خلال ديسمبر 2018 بخلاف الغاز الطبيعي، ده طبعا مع خفض الدعم. احنا بنتكلم هنا على خفض الدعم المستمر وتعهد مصر بخفض الدعم المستمر على المحروقات. آلية جديدة لتعديل اسعار الوقود اوتوماتيكيا بيقرها رئيس الوزراء، متوقعين ده يحدث في 28 فبراير 2018. التخلص التدريجي نهائيا من دعم الوقود بنهاية يونيو 19. جدول زمني بالطروحات الحكومية في البورصة بنهاية الشهر الجاري، وده كان أعلنه بالفعل السيد عمرو الجرحي وزير المالية منذ أيام. المركزي يتعهد بالانتهاء من تعديلات قانون البنوك يونيو 18، هذا القانون اللي صار عليه جدل واسع، واحنا الحقيقة اعترضنا على أجزاء كثيرة منه، ترسخ السلطة والسيطرة داخل البنك المركزي دون يعني أي رقابة. هيئة مستقلة للنقل العام، وده مهم جدا 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 جدا، هيئة مستقلة للنقل العام نهاية يونيو 2018. أيضا مراجعة تعهدات أخرى أظن، والمركزي أيضا هيطلب أعتقد هيشاور صندوق النقد الدولي في تعديلات قانون البنوك قبل إعلانها. طيب نشوف بقى النصائح والتوصيات. النصائح والتوصيات، أولا التخلص النهائي من دعم الوقود بنهاية يونيو 19، ودي من التعهدات التي تعهدت بها مصر. سرعة التحول إلى الدعم النقدي لضمان استهداف الفئات الأولى بالرعاية. توسعة القاعدة الضريبية وتنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة وتحديث الإدارات الضريبية والجمركية. مراجعة الإعفاءات الضريبية في ضريبة القيمة المضافة.
تعزيز عمليه ده مهم برضو، تعزيز عمليه امتثال الاطباء والمحامين والمحاسبين. احنا عندنا مشكله مع الاطباء وعارفين ان هم خدوا اعفاء من ضريبه القيمه المضافه، فاحنا بنقول النصائح اللي بيقولها صندوق النقد الدولي تعزيز عمليه امتثال الاطباء والمحامين والمحاسبين للضرائب، مراجعه الحوافز الضريبيه المقدمه للاستثمار الاجنبي المباشر والمناطق الحره، ضروره مواصله الاصلاحات لضمان استدامه النمو، مراجعه وضع الدين الخارجي المقدر له ب 86 مليار دولار نهايه يونيو 18، تخوفات الصندوق بقى تجنب اي ضغوط بزياده الانفاق على الاجور والانتخابات والحمايه الاجتماعيه، يعني مش كل شويه فئه تطلب حمايه اجتماعيه لان ده هيزود الضغوط على عجز الموازنه. جزء مهم جدا، خفض الفائده قبل الاوان سيكون له عواقب سلبيه على التضخم. صندوق النقد يرى انه كل النداءات، واحنا عارفين انه كل القطاع الخاص بيطالب بخفض الفايده سريعا، لكن الصندوق بيقول انه خفض الفايده قبل الاوان، معرفش هو الاوان ده امتى، سيكون له عواقب سلبيه على التضخم. الصندوق ايضا يحذر من تدهور الوضع الامني محليا واقليميا مما يبطئ انتعاش السياحه، واستمرار ارتفاع اسعار النفط قد يكبد الاقتصاد خسائر. خلونا نفهم بقى تفاصيل هذا الامر مع السيد احمد كوجك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه. مساء الخير يا دكتور كوجك. مساء الفل. معلش انا يعني طولت عليك شويه، بس الحقيقه كان لازم نلخص هذا تقرير طويل 107 صفحه، بنحاول ان احنا نلخصه في عناوين. تمام. خليني ابدا بالفايده. التحذير من خفض الفايده قبل الاوان، ماذا يعني وماذا يعني الاوان؟ بص حضرتك، عشان بس نوضح للناس، تخيل عن حضرتك لخصتي التقرير، جبتي حاجات كتيره جدا منه التقرير. نشرح للناس ان التقرير فيه اجزاء مختلفه جدا، زي ما حضرتك قلتي فيه جزء احنا كحكومه مقدمين برنامج اصلاح اقتصادي من اول ما عملنا البرنامج ده من سنتين، وده بيتم عرضه بشكل تلقائي، وبيتم ثم بعد كده في حاجه اسمها ستاف ابريزل، هم الصندوق وخبراء الصندوق ممكن يختلفوا معانا في اشياء، ممكن يعرضوا راي مختلف، ممكن يعرضوا ارقام مختلفه، ممكن يقولوا اراء مختلفه، ممكن يدوا نصائح مختلفه زي ما حضرتك بتقولي. والجزء الثالث هو انه في الاخر احنا المره دي التقرير طالع، احنا يعني عملنا مشاورات الماده الرابعه اللي هي كانت متاخره بقى لها كذا سنه في مصر عملناها، فمطلعين بعض الاراء التحليليه او بعض الدراسات التحليليه، فالثلاثة مع بعض، عشان كده التقرير طويل جدا وكبير لان هو مجموعه من التقارير. فبالنسبه لسعر الفايده والتضخم، وده كان طبعا التقرير ده لازم ما نبقاش ناسيين، التقرير اتعمل من شهرين ونص، وثم عندهم اجراءات طويله جدا لما بتعرض التقرير وبتناقش وبيتوسع عليه في مجلس الاداره، ثم يراجع داخليا، ثم يجهز، ثم ينشر. فالتقرير ده معمول من فتره كبيره قوي قبل ما معدلات التضخم الجديده تظهر، وقبل معدلات التضخم الجديده تظهر توري ان الحمد لله ان المعدلات بدات تنخفض فهو طبعا في لما اتعمل التقرير ده من شهرين ونص كان لسه معدلات التضخم فوق 1% شهريا، وكان لسه الارقام يعني لحد ما فوق العشرينات و 27 و 26، فكان ده تقديراتهم. لكن بالتاكيد بالارقام الجديده اللي بنشوفها وبالارقام الجيده اللي بنشوفها بالتاكيد، وعشان كده المفروض يحطوا اوقات، لان هم مش عارفين التقرير هيطلع امتى ولا عارفين المستقبل في ايه. فدي من ضمن نصايحهم، هم كان نصايحهم الاساسيه انه احنا عملنا اصلاحات سليمه وعملنا اصلاحات مهمه، خلينا يعني ناخد شهر ولا شهرين بس نبني ثقه ثانيه ونبني وضع سليم، بحيث ان احنا نضمن انه ان شاء الله الاتجاه النزولي بتاع التضخم ده اتجاه مستمر واتجاه بس هو الحقيقه ان الجمله دي مزعجه جدا بالنسبه للقطاع الخاص اللي بيقول لك طب انا هكمل ازاي؟ انا هشتغل ازاي؟ وطول ما الصندوق الحقيقه يعني بيقول ما تخفضوش الفايده قبل الاوان، ما هو الاوان ده امتى؟ يعني ما هو ده نقطه مهمه جدا، القطاع انت عندك استثمار لا يمكن ان ينمو بمعدلات فايده 20%. طبعا طبعا، لا يعني ده احنا كلنا متفقين في هذا الامر، وعشان كده اللي عايزين نقوله يعني، وطبعا البنك المركزي هو المسؤول الاول على هذا الملف، لكن خلينا نقول انه احنا حتى كحكومه النهارده الحمد لله، يعني لان الناس زي ما تعرفوا لما عملنا نقاط سليمه وخفضنا عجزنا وزي ما بيتقال كده حسنا هيكل الوضع المالي، النهارده احنا سندتنا امبارح
3 و7 سنين ب 15% فايده بعد ما كانت وصلت 19%. صحيح. الزون نزلت. فعايزين نقولوا ايه؟ انه الوضع السليم هو اللي هيؤدي في الاخر ان شاء الله انه هيبقى في توافر عمله، سعر فايده منخفض، هيبقى فيه وقود، هيبقى فيه وضع مالي، هيبقى فيه عدم مزاحمه من الحكومه. طيب توفر من السيول. استاذ كوجك، يعني كلام طبعا على خفض الدعم على الوقود، وده تعهد للحكومة المصرية، لكن هنا الصندوق بيقول ان هناك زيادة في اسعار الوقود نهاية ديسمبر، ودي تعهدات الحكومة المصرية ان ده هيكون نهاية ديسمبر 18، والغاء كامل للدعم نهاية يونيو 19. حقيقة ذلك ايه؟ لا، هو انا يعني انا الحقيقه ما عنديش اي حق واستعري، يمكن يعني حقيقه اطلب من فريق انه يعيد التاكد من دوت، لانه انا ما كانش في اي ذكرى نهائيا لموضوع التوقيتات لزياده اسعار المحروقات او الدعم. لكن البرنامج اللي احنا قدمناه من 3 سنين كنا بنقول ان احنا عايزين في اخر 2018. أنا بس هستاذن حضرتك ان في بيان ماضي عليه السيد وزير الماليه وموجود على الويب سايت، انه بتاع الاي ام اف، انه هذه التعهدات في الفتره المقبله. ما انا بشرح لحضرتك اهو، انا بقول لك ان مفيش اي حاجه بتقول ان في ديسمبر في اي زياده، لكن في تعهدات من عندنا لما عملنا البرنامج مع الماضي عليه الحكومه، ماضي عليه مع المحافظ البنك المركزي، ماضيين عليه من السنه اللي فاتت، بنقول ان احنا في نهايه 2018 2019 احنا عايزين نلغي الدعم على المحروقات باستثناء البوتاجاز وباستثناء بعض المنتجات الاخرى اللي بيستخدمها الفئات الاقل دخلا. ده بخارج يعني اذا الحكومه متعهده بالغاء الدعم نهائيا على الوقود بنهايه 19. بس ده التقرير ده حضرتك موجود او بيونيو 19، ده من ساعه بدايه البرنامج. لما من ساعه بدايه. طب ما احنا بنعيد بس تاكيد المعلومه. لكن موضوع ديسمبر ده لا يوجد في التقرير، قد يكون في لبس في الترجمه او الشرح، لكن مفيش اي توقيتات خالص للزياده. ده التعهدات اللي احنا عملناها في بدايه البرنامج عشان نبقى واضحين وعندنا مصداقيه. طيب. يبقى حضرتك بتقول لي انه لا يوجد تحديد لديسمبر، ولكن يوجد تعهد من الحكومه، وده من الاول خالص، بالغاء الدعم على الوقود تماما ما عدا البوتاجاز وبعض المحروقات اللي هي مثلا تقول ايه، السولار مثلا، الحاجات السولار بالظبط، الحاجات اللي هي بتمس الفئات الاقل دخلا، البوتاجاز، الحاجات اللي بتروح للكهرباء، البوتاجاز، السولار، وده لن يتم رفع الدعم تماما عنها، وده احنا بنتكلم بحلول يونيو 19. طيب سؤال تاني بقى، برضو التقرير بيتكلم على آلية تعديل أسعار الوقود بشكل أوتوماتيك، يعني بشكل دوري، إيه هي الآلية دي يا فندم؟ الآلية دي هو التقرير لما إحنا قعدنا واتكلمنا كان في تجارب دولية كتير قوي بتقول إنه قد يكون من المفيد إنه بدل ما نيجي أو ويبقى في تغير في الأسعار في ارتفاعا أو انخفاضا بأشكال كبيرة ويبقى في تذبذب كبير قوي، يبقى من الأفضل دايما يبقى في تغير بشكل تلقائي بيحصل على فترات متقاربة. فإحنا الحقيقة قلنا إحنا ما عندناش مانع خالص ندرس هذا الدراسة، واللي مكتوب في التقرير لفبراير لو حضرتك رجعتي قريتي تمام بدقة هتلاقي بيتكلم إن إحنا محتاجين نعمل تصور أو إعداد دراسة مبدئية في هذا الأمر، وهذه الدراسة تطرح للنقاش، لكن لا يوجد أي إلزام علينا إن إحنا ننفذها، ننفذ إيه فيها. إحنا ما زلنا مع وزارة البترول بنشوف التجارب الدولية، فكرة إنه الأسعار تطلع وتنزل مع نزول الأسعار العالمية أو طلوع الأسعار العالمية، ده فكرة مهمة جدا لأنها بترسخ في ذهن الناس إنه هناك سعر للمنتج، والسعر دوت مش دايما بنتحكم فيه وساعات بنتأثر بيه خارجيا، ودي موجودة في بلاد كتيرة جدا، المغرب عاملاها، الأردن عملتها فترة، كتير من دول أمريكا الجنوبية عاملاها. فإحنا بندرس التجارب دي، بيشوفوا هم عملوا إيه، هل لما الأسعار تنزل العالمية نقدر ننزل أسعارنا، هل لما أسعار تطلع ممكن نطلع بنسبة، هو لما نطلعش الأسعار. بس هذه الآلية لابد أن يكون هناك آلية، أعتقد التقرير بيقول إن الآلية دي هيتم الانتهاء منها في نهاية فبراير. هنقترح آلية داخليا جوه الحكومة مع نهاية فبراير، ثم نعرضها ونناقشها داخل الحكومة ونشوف التوجهات، هل هذا سليم ولا. لكن تاني بقول دي مش تعهدات، التعهدات الأساسية دي تعهدات الحكومة أساسا في البرنامج الإصلاحي.
دي تعهدات ان احنا نعمل دراسه ونشوف امكانيه دوت، لكن ما فيش اي الزام علينا ننفذها. ده اللي عايز اؤكد عليه برضه عشان ابقى واضح. احنا يعني بنقول هنعمل دراسه ونبص التجارب الدوليه في هذا الشان، لكن ما فيش اكتر من كده. ايضا التقرير تحدث عن جدول زمني للطروحات الحكوميه في البورصه بنهايه الشهر الجاري، واظن ان الوزير عمرو الجرحي بالفعل كان قد اعلن عن طرح عدد من الشركات. قول لنا بالظبط ايه المعلومات حول هذا الامر. المعلومات ان زي ما حضرتك بتقولي ان هذا البرنامج برنامج مهم، واحنا كحكومه وعدنا بيه بقالنا فتره ومحتاجين نرجع للناس والمستثمرين برؤيه واضحه. فاللي احنا بنقوله ان احنا ان شاء الله خلال اخر هذا الشهر هيبقى في اعلان عن تفاصيل يقوم بها وزير الماليه ويعرضها، انه بحكم ان هو حاليا مقرر المجموعه المسؤوله عن هذا الملف. يعني هو معلش انا هقف هنا شويه، وزير هذه يعني هذه مسؤوليه وزير الماليه وليس وزير الاستثمار. هذه مسؤوليه وزير الماليه حاليا، كان قبل كده تبقى ممكن وزير الاستثمار، انه حاليا وزير الماليه هو المسؤول. وانتقل اليه الملف مؤخرا يعني ملف الطرح طروحات. بالظبط بالظبط. نعم. بحكم هذا وليس بحكم وزاره الماليه في حد ذاتها، فهو هيتم اعلان عن برنامج اصلاحي او برنامج للطروحات عدد الشركات. عندك اي معلومات عن هذه عدد الشركات؟ امتى بالظبط كل التفاصيل دي؟ يعني خلال ايام ان شاء الله، زي ما وعدنا كده على اخر الشهر هيبقى في اعلان تفصيلي عن هذا. فخلينا احنا دلوقتي في المراحل النهائيه. سريعا كده، الصندوق ايضا بيتكلم على ضعف الايرادات الضريبيه، وانه لابد من الزام او من دخول بقى التاكد من دخول الاطباء والمحاسبين والمحامين ضمن لسداد ضرائبهم. في بعض منهم معفى حتى من ضريبه القيمه المضافه. هتعملوا ايه في هذا الامر؟ دي جزء مهم اللي حضرتك بتقولي عليه، وعشان بس نبقى واضحين برضو مع المستمعين والمشاهدين، انه النقطة دي بتذكر في حتة في الآخر في التقرير التحليلي اللي عاملينه، وليس في برنامج الحكومة. هم عاملين دراسة تحليلية عن بعض الأمور من ضمنها الإيرادات الضريبية، بيقارنوا مصر بدول كتيرة شبيهة، وبيقولوا فيها إنه ودي حقائق ودي أرقام وإحنا كلنا معترفين بيها، بالرغم من زيادات الحمد لله الكبيرة اللي بنشوفها السنة اللي فاتت والسنة دي والأداء اللي جاي جدا، لكن حتى بعد هذه الطفرة إحنا ما زلنا بعاد جدا عن بلاد كتيرة شبهنا في الدخل وشبهنا في الظروف كنسبة ضرائب للناتج المحلي. وبيقولوا من ضمن اسبابها ان انتوا عندكم في مصر بعض الاسباب اللي انتوا بعض القطاعات تعزيز عمليه امتثال الاطباء والمحامين والمحاسبين، وبيضربوا بلا مثل انه عندك موظف حكومه او الموظفين بيدفعوا ضرائب من منبع، وفي بعض القطاعات ثانيه مهمه. فاحنا بالتاكيد بنقول ان احنا عايزين يبقى عندنا قدر من الوضوح في هذا الامر، واحنا بنتعامل مع هذا الملف بشكل جيد جدا جدا، ويعني في بروتوكولات اتمضت مع المحامين واتمضت مع باقي بعض المهن الحره، وان شاء الله يعني الارقام اللي بنشوفها دلوقتي والزيادات الكبيره، احنا بنتكلم على يوليو ديسمبر حضرتك عشان برضو نقول للناس، يوليو ديسمبر احنا عندنا ايرادات ضريبيه زايده ب 57%. عموما هنشوف طبعا خلاص الموسم الضريبي احنا داخلين عليه، داخل على الابواب وكلنا قاعدين بنتحسس جيوبنا وهندفع كام وكده، فيعني هنشوف بقى الموسم. وعايزين نضيف كمان في التقرير الاعلاميين حضرتك، يعني احنا بناخد جايزه، انا باخد جايزه كل سنه. لا الاعلاميين ممتثلين لان عقودنا عندكم. احنا عقودنا من المنبع، فيعني ما عندناش اي مشكله. انا باخد جايزه اعلى ضرايب كل سنه. ربنا يسعدك. مش عارفه، خايفه تكون الجايزه دي السلطانيه وفي الاخر برضه يبقى عندي مشكله. لا 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 ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ احمد كوجك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه. انا الحقيقه وقفت قدام جمله مهمه جدا من التحذيرات لصندوق النقد الدولي، ومره اخرى هذه بتبقى يعني هما بيحذروا بيحللوا بينصحوا، وللحكومة المصرية أن تقوم بما تريد أن تقوم به، لكن في تعهدات إحنا متعهدين بها مش هنقدر منها، الوقود سواء بقى مش في ديسمبر سواء ديسمبر اللي بعديه، بس موضوع الدعم ده يا جماعة لازم يبقى فاهمين أنه قادم قادم، ما فيهوش هزار. سعر الوقود قادم قادم، هذا تعهد للدولة وده للإصلاح الاقتصادي. أنا وقفت بقى قدام جملة مهمة جداً من المحاذير، تباطؤ الإصلاحات والاحتفاء بالنتائج ينذر بعواقب وخيمة على الاستثمار والاستقرار. الصندوق بيقول، وده يمكن جملة حكيمة جدا، انه ارجوكم ما تحتفلوش. في تحسن جيد جدا في الاقتصاد، في يعني بوادر وارقام مبشرة، لكن بلاش موضوع الاحتفاء ده. الاحتفاء
الزائد بالانجازات، لان لسه ما فيش انجازات. خلي بالكو في الاقتصاد ده احنا يا دوبك بنعدي الجزء الصعب، لسه ما عندناش معدلات نمو عاليه، احنا يا دوبك ابتدينا نشم نفسنا. فالاحتفاء ده قد يؤثر على، يقول لك بقى طب ما بلاش بقى نعلي مش عارفه ايه، طب ما بلاش نعمل كذا، طب ما بلاش نطرح، يعني ده بيؤدي كل ده الاحتفاء الزائد الى التاثير على تباطؤ الاصلاحات وينذر بعواقب وخيمه على الاستثمار والاستقرار. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذه الاخبار.